قول نصيحة في الظروف الراهنة. أولى نصيحة وأفضل نصيحة ننصح الناس في هذه الشدائد التي يمرون بها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الله مع الأخذ بالأسباب، الأمور إن شاء الله حلت كلها بإذن الله. لكن نحن للأسف في غلاء للأسعار، ولم نرى كبير قوم أو كثير قوم يقولون يا رب تبنا إليك، ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى كي يكشف ما بهم من ضر، إنما صراخ وصياح دون الرجوع إلى الله. فلا وجدنا حكومة ولا شعبا ترجع إلى الله وتقول يا ربي ابتعدنا عنك فنحن رجعنا إليك، رجعنا إلى كتابك، رجعنا إلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، فاكشف عنا الكرب يا رب، خفف علينا الأسعار. قل من يقول ذلك. على أي حال، أنت تملك أمر نفسك، أعلن توبتك ورجوعك إلى الله وأمورك ستحل بإذن الله، وكل من يرجع إلى الله بإذن الله ربنا سيتولاه، وإن حتى طمأن قلبه وهدأ باله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فنرجو من الجميع أن يذكروا أن الله قال وارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فقل يا رب تضرع. وربنا أيضا يقول في كتابه الكريم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فعلى الكل أن يرفع يده إلى الله، تبنى إليك يا رب. لكن الناس يمضون قدما فيما هم فيه، المتبرجة متبرجة، والذي يأكل الربا يأكل الربا، والتارك الصلاة تارك للصلاة. يعني يا أخوة ارجعوا إلى الله والأمور تحل. ضياع أوقات في الفارغ وفي الباطل وفي المباريات، ترك العمل والتفرغ للمباريات، ترك الصلوات، أكل الربا، عدم العمل الجاد المنتج. فنسأل الله الهداية. خير علاج في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، التوبة والإنابة والاستغفار.